إذن في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الجزائرية للإسراع في تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، خبراء اقتصاديون يدعون إلى التريث والتطبيق التدريجي لها على أرض الواقع، خصوصا مع الانخفاض المتواصل لتدهور أسعار النفط وسياسة الترشيد التي اتخذتها سياسة السلطات الوصية. فوزية مسعدي والتفاصيل. عاد الحديث مرة أخرى عن نوايا السلطات الجزائرية في تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بداية شهر أوت المقبل، وهو ما تضمنته التصريحات الأخيرة للوزير الأول عبد الملك سلال. قرار لطالما انتظره وبفارغ الصبر أزيد من 7.5 ملايين جزائري، لكن تعميم هذا الإجراء سيكلف الخزينة العمومية أكثر من 10 دولار سنويا حسب تقديرات الخبراء. عن ضمن المعلومات اللي عندي تطبق يعني الناس اللي يخلصوا أقل من 2 ملايين تدريجيا، ما تطبقش على 7.5 ملايين تاع العمال. هذا غير محال، خاطر أنا درت الحساب وكان تطبق على كل العمال دائما وغير دائما الخزينة العمومية ربما بين 10-11 مليار دولار سنوي. إسراع الحكومة في اتخاذ مثل هذا الإجراء تزامن مع تهاوي أسعار النفط وتهديداتها على الاقتصاد الوطني، مما يستلزم التطبيق العقلاني والتدريجي لهذه المادة على أرض الواقع لتفادي التأثيرات السلبية. هذا ربما عنده تأثير سلبي على الإنتاج والإنتاجية. لابد يعني التطبيق يكون بالعقلانية. بعد أكثر من 10 سنوات على تأجيل تطبيق قرار إلغاء هذه المادة، تؤكد الحكومة اليوم ورغم الانتقادات الموجهة إليها عزمها على الوفاء بوعدها. فهل ستنجح الحكومة هذه المرة في تطبيق الإلغاء أم أن التأجيل سيكون سيد الموقف مرة أخرى؟